بعدين او شيء، بسلقها بصفيها ما بغسلها، بصفيها وبرشلها بالبول شويه زيت زيتون وبقلبها وبتركها على جنب. يعني كل اللي عندهم مشاكل انه الباستا بتعجن بعد ما يسلقوها، الحل هو تنشال من المي ونحط لها زيت زيتون. نعم بس نعم. في ناس بحبوا يغسلوها ليأمنوا اكثر، انا ما بحب، بخلي طعمه ميه الملح فيها بقلبها. وكمان اذا بيعتمدوا طريقه انه يطبخوا الباستا بالصوص بتاعت البندوره او صوص الكريمه اللي عم تغلي بيكون احلى واحلى. في كتير عالم بيعملوها هيدي الطريقه. ايه هيدي هلا يعني صار لها كم سنه عم نعتمدها، بتوفر وقت. عرفتي تايم سيفر، لانه كلنا ركض بركض هالايام. أوكي. بلشينا بهالطبخه. اوكي انا لقلك شو طبختي، هي عباره عن صوص احمر. أوكي. فيه كتير من الخضره خضرة. هلا بلبنان بنستعمل بدل هيدي اللوبي، اللوبي العريضه. ايه. كتير بيقولوا بتطلع طيبه، مع انا برجع بقلك مش ضايقتها، بس نحن بالعيلة عنا انه الجمعه نهار الاحد هي بتكون على المبقبقه اللي بتعملها مرت عمي اللي كانت عايشه بليبيا وجابتها معها من ليبيا، بس بتعملها كتير حره. طب ولا بتدوق الباستا حتى بدون الدجاج؟ لا لانه انا عم بقلك انا ما باكل لا دجاج ولا لحمه. ايه انه ولا حتى هي الباستا بدون الدجاج لانه معموله ب المية الدجاج. اه فانا وقت قلت شو بدي اعمل لك، قلت هات لاعمل مبقبقه هيك لانه نحن معودين بتجمع هاي الاكله، وقلت هيك لرمضان بلكي العالم اللي ما بيعرفها بيتعلمها هيك بيتلموا عليها بشهر رمضان الفضيل، بيقولوا كتير طيبه. هلا حدقيها وان شاء الله تحبيها. اوكي انا حروح احضر لك اياها وارجع بدك قلي كيف تعمليها. احكي شوي. اوكي بنبلش بنقلي البصل والثوم. أوكي. مع الجزر. اول ما يبلشوا يدبلوا بنحط كركم وبابريكا ورب بنقليهم. أوكي. بعدين وقت شوي تدبل اكثر الجزره بنحط غمرتهم مرقه الدجاج. من بعدها بتصير شوي شوي تسقطي الكوسه، البطاطا، اللوبيا، الفول اذا عندك فليفله. بعدين وقت تعقد المي بتحطي الحمص، بتحطي الدجاج، بتتركيها تغلي اكثر، بعدين بتسقطي المعكرونه. انا حقعد اشرب قهوتي. روحي قهوه تركيه محضرت لك اياها. يلا خلصي انت وانا حفوت وبرجع لك. انا سلقت معكرونه، الطريقه اللي سلقت فيها المعكرونه هي غليت المي، حطيت ملح، بعدين سقطت المعكرونه. بعد ما خلصوا 9 دقائق، انا بحبها شوي الدنتي، بعد ما خلصت المعكرونه صفيتها وحطيت لها زيت زيتون بس وطلعت هيك. حنبلش اعمل المبقبقه. اول شيء بحط البصل المقطع شروحه شرحات، بعدها بحط الثوم المقطع كتير صغير، انا حاطه بصله ونص وخمس حصوص ثوم، من بعدها بحط زيت الزيتون، وبضيف له زيت قلي وزيت قلي، بحركهم بتركهم شوي لتدبل البصله والثوم. هلا بس وقتها تدبل شوي البصله والثوم ححط الجزر، لان الجزر اكثر شيء بده وقت ليستوي. دبلت البصل والثوم دبل، حسقط فوقهم الجزر، لان مثل ما قلت لكم الجزر اكثر شيء بياخذ وقت ليستوي. يعني 5 دقائق لحالهم، من بعدها منضيف البهارات. بضيف بابريكا وعقدة صفرة وملح. تحمل شوي بعد بابريكا وشوي عقدة صفرة. ومنحرك من جديد.
بعدها بضيف رب البندورة. وبحركهم كلهم مع بعض. هلا شيف ليلى حتنبهر حتنبهري بالاكله. انا سمعت اسمي. فلخبرك شو صار. شو؟ سلقت الباستا بالطريقه اللي حكينا عنها. اوكي. هلا عم بلش بالطبخه. هلا انت اللي عطرتي الدجاج لما سلقتي. سلقته. بدك هات لاحكي لك كيف عملته. الدجاج غسلته بالطريقه اللي قلنا عنها، يعني هي خل وحامض، ونشفته حطيته مع زيت زيتون مع بصله وجزره، نص جزره ونص وبصله. بعدين حطيت اللومه، زهره اليانسون، الفلفل الاسود، ورق الغار، قرفه، هيل، كبش قرنفل، وجوز الطيب. اوكي. وسلقتهم. هلا هيدول هون عندك بصل وثوم وجزر، عقد صفرا، بابريكا، ملح، ورب بندوره. اوكي. كلهم مع بعضهم. بس لتذبل شوي الجزره يعني نقدر نصير نقطعها. شفتي بعدنا ما بعد قاسي. بس لنصير شوي نقدر نقطعها منزيد عليها مية الدجاج. بس الريحه بتشهر ان شاء الله. لا ولا امتحان المدرسه على فكره، ولا الجامعه، ولا امتحان. اول مره بطلع على الكاميرا، هيدا اصعب امتحان. طب احكي لنا شوي عن طلعتك على الكاميرا، كيف بلشتي؟ انا درست اعلام بالجامعه اللبنانيه، وخلال دراستي الاربع سنين اشتغلت مساعده مخرج بتلفزيون ان بي ان. اوكي. من بعد انتقلت عن يو تي في، من بعد جيت لهون على نجوم، على انفينيتي، على لوقت ما طلبوني الحره. اوكي. الي من 2005 مع الحره. واو. انا بعمل كل شيء خاصه بالثقافه والانترتينمنت على شاشه الحره. 2005 لليوم. ما شاء الله. كم سنة؟ ربيت معهم، كبرت، تزوجت، خلفت، ضحكت، بكيت، عملت كل شيء مع الحرة. واو. لي وقت كتير معهم وبحب اني انا معهم صراحة. شوفي كتير كتير مهم الانسان لو قد ما بيتعب يكون مرتاح مع اللي بيشتغل معه. صحيح صحيح. لو قد ما فيها تعب، لانه ما في شيء بتعمليه بالحياة ما في تعب. مزبوط. كل شيء متعب، بس المهم تكوني انت مبسوطه ومرتاحه مع العالم اللي انت عم تشتغلي معه. صحيح. وبتعطي من قلبك، بتصيري بتعطي من قلبك. بتعرفي ان انا عملت كمان سيجمنت طبخ؟ والله. ايه ما شاء الله. بس ما انا كنت عم بطبخ. متعدده المواهب. انا كنت استضيفكم. ما استضفتيني ولا مره. لا ما انت بلبنان. لا هلا ما جيتي. عم نجي هون من وقت عم بحكي هون وهونيك عم نجي. طيب هلا صار في زيد مرقة الدجاج. حزيدة هيك غمرتهم. اوكي.